ما عمرنا سمعنا به. بصح هذه القضيه زوينه زوينه تتعناك يعني هكا يكون كل مره اليوم العالمي. ما عمرني سمعت لا جورني ديكالا، ولكن بالنسبه لي شي حاجه اللي مزيانه، حيت كتحس بان كاين شي شخص اللي كيهتم بك كتحسي به، ماشي ضروري كيكون دري ولا شي حاجه، كاين لا فامي تزامي بزاف د الحوايج، وشي حاجه زوينه بالنسبه لينا تولي كتحسي بالسند وشحال من حاجه. هو هذا اليوم العالمي تاع التعلق اول مره كنسمع به، يعني عمري ما سمعت به. الراي ديالي زعما يعني زينه هذه القضيه كتكون تعلق من بين الصحابات وفهمتي العائله، كيكون فيها واحد الشعور زوين بزاف. كنظن هذه تكون فكره مزيانه باش الناس كتنمى علاقات اجتماعيه، وماشي ضروري يكون كوبل ولا شي حاجه، عادي تقدر تعنق اي واحد في الشارع. كنظن تكون مبادره مزيانه، من الاحسن ما كنلاحظوهاش هنا في المغرب، تقدر تكون برا. انا ما كانش شي واحد يجي عندي يقول لي كيقولوا لها يقول لي زعما ماشي عنقني داك النهار، يقول لك اليوم العالمي للتعناق. زوينه هذه القضيه، الفائده ديالها يعني كيقول لك داك كيكون واحد الاحساس زوين صراحه، يعني مش كتعنقي واحد الانسان، يعني كيحس بالحنان بزاف تاع الصوالح. قلت في الريزو سوسيو بان الانسان خصو دوك الهاكس 3 فوا بار سيمين، مزيان كافيه حتى يقدر يحصل على الطاقه ايجابيه يكون مهيئ للسنه الجايه. صراحة ما عمري سمعت بهاد لا جورني، ولكن اليوم العالمي للعناق صراحة كتحسي بشي حد في جنبك، سواء دي زامي ولا لا فامي ديالك ولا شي حد اللي قريب ليك واقف معاك، يعني ما كتفقديش الامل وشحال من حاجة. ملي كيعنقك شي حد من العائلة ديالك اولا امي ديالك كتحسي بالراحة. حيت ما يمكنش تعالج اي مشكل غير بالهضره ولا بعد ما تكون لغه الجسد. غتكون عندها بزاف الفوائد على النفسيه في الانسان، على يقدر يبدل حتى الروتين، وما تقدر تكون عندها فوائد على الجسم هرمونات وداك الشيء. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.